يقول السائل: كيف الجمع بين الحديثين الشؤم في ثلاث، المرأة والفرس والدار، وحديث الطيرة شرك؟ مخصص هذا حديث الشؤم في ثلاث، هذا خاص، وحديث الطيرة هذا عام، فيستثنى من حديث الطيرة هذه الثلاث إذا علم أنها شر، وأن من يقرب منها يصاب بسوء، فيتجنبها الإنسان، تجنبها، ويكون هذا مخصصا لحديث الطيرة. نعم، ولا تعارض بين عام وخاص.